العلوش فيه 83 كيلو قديش؟ مليون و560. مليون و560. السوم بارابور العمناول شنو الفرقات وكل العلوش هذا؟ بالنسبة للعمناول هذايا يعمل صحيح مليون و200. السنة زاد 360 الف درهم. هذايا بارابور العمناول معناتها زاد 360 دينار. اي العمناول. علاش؟ علاش؟ بالنسبة للفلاح يتشكل الشعير كان ب 35 دينار، السنة ب 130 دينار مش موجود. الشعير القرد 26 130 150 الف شكر شعير. القرد 26 دينار على بلاصتو، تبن ب 17 دينار اللي كان ب 6000 فرنك و 5000 فرنك. هذاك علاش. وهل معقول انه التونسي في تونس بلاد العلوش، العلوش بمليون ونص؟ موش معقول بصراحه، موش معقول لا انا لا غيري. توا سنا اكثرية الجزائري جاو يشرو من تونس، يشرو في الكباش، يشرو في البركوس، يزوي الجزائر، ومن الجزائر عاد في السعوديه حسب ما سمعنا والله اعلم. يندرى اشاعه ولا صح يا اخي؟ مش احنا كنا نجيبوا في العلوش من الجزائر؟ احنا كنا نجيبوا في العلوش من الجزائر نحرقوا فيه. ايه اسنا لا اسنا بالعكس والله اعلم شنو خطرش جفاف الناس ما ربتش علوش هذاك. علوش مليون بارك فيك، بارك فيك يرحم والديك برشا ولا شوي خويا. احنا ديما ناخذوا هك ديما كاليبر ماس، ديما ماس اللي عنده صحه ليه هكا هو زوين. ولكن الناس الكل نخدموا الحمد لله يا رب بالحلال. اما معناتها الواحد كي يقول مليون ونص معناتها برشا زويولة قلوبهم باش يوجعهم ويقول لك انا معناها كيفاش. صحيح لكن حتى نحن زويولة راهو نخدموا الحمد لله يا ربي، ناخذوا ديما حق اللي برباه. او انت تتباهى ديما قدامك اصحابك احسن تليفون احسن حاجه احسن كهرب احسن كذا، تباهى قدام ربي سبحانه زاد باحسن ضحي. غلبت هي بالرسمي، بالرسمي هذاك اللوجيك هك هك تتباهى انت بصاحبك مثلا تليفون ب 6 ملايين هي ايفون 6 ملايين هاك تتباهى قدام اصحابك، تباهى زاد قدام ربي سبحانه باحسن ضحي. معناتها يقول لك التونسي يتباهى بالدنيا الكل الا وقت اللي يجيب الششري العلوش يبدا يتشكى ويتبك. يتشكى ويتبك كيما الزقوق وزاد مثلا ديما تشكى ويتبك، يجي الزقوق او غالي او كذا هو تلقاه عامل في الدار عصيده بفريو نورمال. انا اللي لاحظته معناتها اللي راهم ميسورين هو اللي يقشر ويلوش في اقل ضحيه في السوم، لكن الزوالي يقول لك نشري يا شكاو ادي نشري نورمال عاد خاطر يعرفها عند ربي سبحان، نعرفوها عند ربي خير. سؤالي بسيط تبارك الله هو العلوش ربي يزيدك، تخمم انه من العلوش فما فيه معناتها زكاة تعطي منه تخرج منه؟ هذاك بينه وبين ربي عاد بالطبيعة. لا بالطبيعة بالطبيعة فما الزكاة هذاك. ليه تخرج منه؟ يخرج منه اللي يخرج. هي السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كي تصدق دينار تبرفنوا منه ومنه وتخرج. نحن كيك احنا الزوالي كيك ديما الزوالي كيك الحمد لله ديما الزوالي. خلينا نخرجوا منه العلوش. العلوش خرجوا منه احنا بالنسبة لنا احنا كتف واللي يحضر ديما ياكل الحمد لله، ديما الدار فيها ضياف وميسور الحمد لله. الحمد لله فرحان المهم فرحان. اسمعني نعم يضر لي الحاجه كي باش تروح لها باش تزغرط على العلوش. مش بيع هذه فرحه احنا مره في العام وضحي. شو سيد ابراهيم عليه السلام ضحى بنفسه القي به في النار، بعد ضحى لهاجر بنته مرته خلاها في صحراء في واد غير ذي زرع، بعد كي جات محبه ولده في قلبه ربي سبحانه وتعالى اذنه باش يمشي يذبحوا. يا اخي ما ذبحوش ربي سبحانه وتعالى فديناهم بذبح عظيم. ايه احنا ما نضحوش انسان ياخذ التليفون الود ب 6 ملايين وقداش وما يخش على علوش يضحي عليه ويبكي ويتشكى برجوليه ما تجيش بصراحه. الله اكبر الله اكبر صراحه. ايه والحمد لله وريت هذه خليها خليها على ربي، هذه خليها ديما على ربي، خلي خزائن الله خزائن الله لا تنفذ، خليها ديما على ربي تو ربي ديما ييسر لك ويبارك لك ويعطيك بصراحه. والله وانا احكي لك احكي لك انا عامل يومي روح على فكره مع اني متوظف راح شيء ناخذ من ربي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربي الحمد لله يبارك. القناعة والإيمان في القلب مش في الجيب، غنى غنى النفس. هذا العلوش فيه 104 كيلو ونص، قداش السوم؟ مليون 960.
مليون وتسعمائة وستين. تكلف عليه بزاز منين ومية هذا؟ بعلفته بدينته هذا تسعة شهور راجل. تسعة شهور شوف كل يوم يعلف 3000 4000 رنة. فيه. وإذا كان نحسبه 120 كيلو يطلع بزوز ملايين و 250 دينار. هكا ولا إيه؟ إيه. قديش؟ 120 كيلو بزوز ملايين و 250 دينار. إيه. هذوما أكبر واحد ماس يتسمى. أكبر واحد ماس هذا يتسمى ماس. زوز ملايين و 250. زوز ملايين و 250. 110 كيلو بزوز ملايين و 60 دينار. هكا ولا إيه؟ إيه. بارابور العمناول. العلوش. اللي يوصل زوز ملايين و 250 في 120 كيلو تقريبا عمناول قديش؟ زيد 500. زيد 500 تلف على عمناول. زيد 500 كاملة هذا. زيد 500 على عمناول. هذا السبب تاعه كل العلف. الغلاء والمعيشة. وقد ما يكبر العلوش قد ما يزيد في العلفة أكثر.